ايوه يا كريم. ايه؟ طيب خليك عندك، انا جاي لك. يلا. يا بنتي اتكلمي معايا كلمتين. هو انا قايله لك تعالي نتغدى سوا علشان نقعد وشنا في وش بعض كده مفيش كلمه بتتقال؟ طب ما تتكلمي انت، ما انت اكيد شاده انت وجيه فقلت اشوف اي حد اقعد افضفض معاه بكلمتين. بص عليكي يا جميله، انت اختي على فكره، انت مش اي حد. معلش فوتيها، ما تحطيش في بالك. ماشي هفوتها لك. اذا كان على الشد يا ستي فاحنا بنشد دائما. بصي انا وجيه كده بنشد مع بعض من الهوا، واقفين لبعض على الواحده، في مشكله تستاهل او مفيش. ماجده وجيه شغله ووضعه محتاجين واحده ما وراهاش حاجه في حياتها غير انها تستحمل، ولازم تنسي خالص مع وجيه ان انتي بنت فضل الخولي. فضل الخولي؟ لو تعرفي بنت فضل الخولي دي مستحمله قد ايه، عايشه في قلق وتوتر دائما، إحساس دائم بالخوف والقلق وعدم الأمان. ده غير طبعاً مشكلة الفلوس. وجيه مصدر فرمان، ممنوع أستعمل فلوسي لا أصرف عليا ولا على بيتي ولا حتى على عيالي. يعني متخيلة يعني إيه يبقى عندك ملايين في البنك ومش قادرة تشتري حاجة بألفات؟ علشان ما تجرحيهوش؟ علشان ما تعمليش معاه مشكلة؟ علشان ما يحسش إن هو أقل منك أو من أبوكي؟ متخيلة؟ بجد يا ماجدة؟ بجد هي دي كل مشاكلك في الدنيا؟ يا ريتني يا ستي كنت مكانك وتبقى هي دي مشاكلي بس. انت مش حساني على فكره. مش مهم، انا مش جايه عشان اتكلم في مشاكلي، انا جايه النهارده عشان عايزه اسمعك. انا بجد عايزه افهم مالك، ليه واخده دايما مننا جنب؟ ليه بتتعاملي معانا كلنا على اننا هاله؟ ماجده لو سمحتي، لو عايزانا نقعد نتكلم وما سيبكيش واقوم امشي، ما تجيبيش اسم البني ادمه دي ولا سيرتها. طول عمرها وهي بتبص للي في ايدي، اللي في ايدي انا بالذات، من واحنا صغيرين وهي حطاني في دماغها اي لعبه اي فستان اي حاجه طالما تخصني بتبقى عايزاها. هو لعب الصغيرين كبر معانا واحنا بنكبر وخدته مني. لا لا هو اكيد ما كانش في دماغها وانتي متجوزاه. لا من أول يوم جواز بيني وبين سعيد وأنا كنت بشوف نظرات وتلميحات وتفاصيل صغيرة، وطول الوقت كنت بكذب نفسي وبقول استحالة تكون الفكرة دي في دماغها أصلا، لحد ما طلعني واتجوزها. وساعتها بس اتأكدت من كل حاجة كنت بشوفها إنها صح. بقيت أنام وشريط بيلف قدام عيني طول الوقت. هلا من اول يوم انا وسعيد اتجوزنا وهي حطيته هدف قدامها ووصلت له. جميله انت لسه بتحبي سعيد؟ يخرب عقلك انت ليه بتعملي في نفسك كده؟ انت شايفه وانت بتتكلمي شكلك عامل ازاي؟ حرام عليكي نفسك. عرفتي اللي انا بعيده؟ عرفتي مش عايزه اتكلم مع حد ليه؟ ما يمكن العزله والوحده اللي انت فيها دول هم اللي مزودين النار دي جواكي. ما ترجعي تبقي في وسطنا يا حبيبتي، يمكن النار دي تهدى. النار دي عمرها ما هتهدى غير لما اشوف انتقام ربنا، غير لما اشوف كلمه حسبي الله ونعم الوكيل اللي بقولها من قلبي كل يوم. ربنا استجابها. معلش دي ماما. الو. اي ماما؟ الحمد لله كويسه. لا انا وجميله بنتغدى بره. هالة؟ لا ما جاتليش. يعني ايه اختفيت ما تعرفوش عنها حاجة؟ بخرت؟ جاية تحاكميني يا منال؟ راجعة البيت دلوقتي عشان تقفي قصادي؟ بابا اهدى شوية لو سمحت، ماما أكيد متوترة زينا كلنا وأكيد أعصابها تعبانة. أنا مش جاية أحاكمك ولا أقف قصادك. أنا جاية أقول لك حرك أساطيلك وملايينك ورجع لي بنتي تاني. بنتك؟ الله عليك دلوقتي بقت بنتك؟
مش دي اللي منعتيها انها تخش البيت سنين طويله وكنت عادي هاديه وراضيه؟ احنا ممكن نخرجها من حياتنا، ممكن نزعل عليها وندعي عليها، لكن نكره اللي يقول امين ونقطع ايد اي حد يحاول ياذيها. انا بنتي لازم تبات في بيتها النهارده، انت فاهم؟ يا ماما اهدي شويه واطمني، بابا خلاص عمل اتصالات وكلها كام ساعه وكل حاجه هتبان. انا بقى حاسه ان الموضوع ده كله شينك. هو انتوا ما تعرفوش هلا وحركاتها؟ مش بعيد تكون قافله الموبايل بتاعها وراحت شرم الشيخ الهانم، قاعده لها على اي بحر وسايبانا احنا هنا بنلف حوالين نفسنا. فين مراتي يا فضل يا خولي؟ مراتي فين؟ ايه ده؟ ايه ده كمان؟ ايه ده؟ مالي حق تتجرب وتخش البيت ده؟ انا اخش مكان ما يعجبني، خصوصا لو ابوك عايز يعملها معايا تاني وياخد مراتي مني. مراتك دي تبقى بنتي يا كلب، ودخلتك علينا دي بعلو الصوت. ها كلهم بالصوت ده، انا اللي معلمها لك يا واد. إذا كنت جاي تعمل النمرة دي في بيتي وتتهمني بخط بنتي عشان تبعد الشبهة عنك، لا قسما عظما لو هالة جرى لها حاجة ليكون آخر يوم في عمرك يا سعيد. وقسما على قسما لو طلعت بتعمل معايا أنا وهالة اللي عملته معايا زمان أنا وجميلة عشان تخرب بيتي، ما هعدها لك يا فضل يا خول. سمع يا منال، اسمعوا يا أولاد، اسمعوا، تعالوا كلكم اسمعوا، شوفوا القرد ابو بدله اللي واقف قصادي ده بيقول ايه. سعيد الاسيوطي الجربوع، الجربوع اللي انا لميته من شوارع البلد وعملت منه بني ادم، اللي كان هو واهله بيتمنوا ان اعدي جنبهم بعربيتي والعفار بتاعها يجي في وشهم عشان يتباهوا بعفره عربيتي قدام الناس. القرد الحقير اللي نسي نفسه بيقول لي الرد يا اخوي كده من غير القاب، ده انا سيدك يا عاد، سيدك وسيد اللي خلفوك كمان. تيجي دلوقتي قصادي وتقول لي فضل خولي كده من غير القاب، ها؟ وتتهمني في بنتي عشان انا ما اتهمكش فيها؟ لا والله برافو عليك يا قرد. حلوه النمره يا بنات، حلوه قوي النمره اللي عملت. سقفوا له، سقفوا له، سقفوا للقرد عشان يعمل لنا نمره ثانيه. يعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ أنا أخطب بنتي يا كلب؟ وما تعملهاش ليه؟ خصوصاً بعد ما علمت عليك مرتين وخدت بنتينك منك برضاهم وغصب عنك. لا فوق، الظاهر إن أنت نسيت نفسك ولازم تتربى. بس بقى، هو أنتوا هتقعدوا تتحاسبوا وأنا معرفش بنتي فين؟ هتفضل قاعد هنا زي الكلب، ما اسمعش حسك لغاية ما أعرف مراتك دي راحت في أنهي داهية. داهية تاخدكم أنتوا الاتنين في يوم واحد يا بعض. اختفاء هالة فضل الخولي في ظروف غامضة. حلوة غامضة دي. من وراء اختفاء هالة فضل الخولي؟